بوم. هلو ايفري ون. من علي، هلو مستر، هاو ار يو؟ ام جريت. وات جريد ار يو ان؟ ام ان كي جي 2. هاو اولد ار يو؟ ام 5 ييرز اولد. حبايب قلبي، كي جي 2، ليتس كونتينيو كونكت بلس فيرست تيرم. النهارده we're gonna destroy the unit، هندمر الوحده دي ونخلصها، starting from lessons 11 and 12. Let's read. Let's clean. يلا ننظف. Let's clean. يلا نقول. Let's clean. Let's clean. Let's clean. طب لو عايز اقول يلا نلعب. Bravo. Let's play. Let's play. طب لو عايز اقول يلا ناكل. Let's eat. يلا نشرب. Let's drink. يلا ننظف. Let's clean. يلا نقرا بقى يا حبايب قلبي. Clean. Clean. ينظف يعني. Clean. مين بيقول زي clean؟ clean board board. What's this? It's a board. What can you see? I can see a board. جميل. خدنا clean وبورد. عارف لما تقول لحد امسح السبوره تقول له ايه؟ clean the board. Clean the board. Clean the board. لو عايز اقول لاحمد امسح السبوره، clean the board احمد. عايز اقول لمكه امسح السبوره، clean the board مكه. وممكن اقول علي، you clean the board. احمد، you clean the board. حور، you clean the board. يبقى لما تقول امسح السبورة تقول ايه؟ clean the board. جميل. تعالوا ناخد نرتب. tidy tidy. يلا نرتب. let's tidy. لما تقول لمامي يلا نرتب الأوضة تقول لها let's tidy the room. let's tidy the room. يبقى يرتب يعني ايه؟ tidy tidy tidy. plastic cup. الكوبايه البلاستيك دي اسمها ايه؟ plastic cup. plastic cup. مين بيعمل انفخ بقى كده؟ plastic plastic. ننفخ بقنا نملاها هوا كده ونفضيه ونقول بلاستيك. بلاستيك كاب. بلاستيك كاب. What's this? It's a plastic cup. It's a plastic cup. What can you see? I can see a plastic cup. I can see a plastic cup. Bravo. Chairs. I can see chairs. They are chairs. Tables. مفرد ولا جمع دول؟ جمع. They are tables. I can see tables. أنا بقى أعرفك كلمة مهمة جدا اسمها recycle. مش احنا يا شطار عارفين letter C؟ تعالوا نشوف كده letter C. recycle. عندنا اتنين letter C في الكلمة، واحنا عارفين letter C بننطقه س لو جه بعده E أو I أو Y ننطقه س، لو مفيش E أو I أو Y ننطقه ك. طب تعالوا نشوف كده. letter C ده هننطقه سه ولا كه؟
سهم، برافو، علشان بعده واي. طب هنا لتر سي هننطوسه ولا ك؟ ك، علشان ما فيش اي ولا اي ولا واي، يبقى الكلمه دي اسمها ريسايكل. مين يقولها معايا؟ ريسايكل. الشطار اللي بيقولوا هم اللي هياخدوا الجوائز بس. ريسايكل ريسايكل. What is the meaning of recycle؟ يعني ايه recycle دي؟ تعالوا نشوف. recycle يعني يعيد تدوير الحاجة. يعني ايه يعيد تدوير الحاجة دي؟ يعني ناخد الحاجة دي بدل ما هنرميها نستفيد بيها، نعمل بيها حاجة تانية. يعني مثلا أنا عندي جار برطمان كان فيه مربى جام، بعد ما خلصت أرميه، ممكن اغسله كويس وانضفه واستخدمه حاجه تانية، ازينه بقى، اعمل له مثلا الوان جميله كده، واستخدمه احط فيه ايه؟ اقلام مثلا، مسطرتي وبنسل. يبقى بدل ما ارميه عملت له ايه؟ ريسايكلينج، عملت له إعادة تدوير واستخدمته في حاجة تانية. When you throw the trash، لما تيجي ترمي القمامة، في حاجة اسمها trash sorting أو sorting trash. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ تعال أوريه. لما بنيجي نرمي القمامة بنلاقي فيه، تعال أفرجك عليها وأفهمك. Look at the picture، بص معايا على الصورة. هنا في بنز، عندنا في هنا ايه؟ بنز. بنز يعني ايه؟ يعني سلات القمامه اللي بنرمي فيها القمامه بتاعتنا. لو الحاجه دي بلاستيك زي بلاستيك كاب، يبقى نحطها هنا، مكتوب لي عليه بلاستيك اهو. لو الحاجه فيها ورق بيبر، نرميها في البيبر بن، في الصندوق بتاع الورق. لو الحاجة فيها جلاس، إزاز، نحطها في الجلاس بن، في الصندوق بتاع القمام. لو الحاجات أورجانيك، حاجات عضوية، بنحطها in the green bin أو organic bin. يبقى هنا القمامة مش بنرميها كده وخلاص، نعمل لها waste sorting، تصنيف القمامة مهم جدا، نحط كل حاجة في مكانها الصح، علشان بعد كده الناس لما يجوا المسؤولين بقى عن النظافة دي والريسايكلينج واعاده التدوير، هياخدوا الحاجات اللي انت رميتها في الجلاس الازاز ده، يعملوا لها ريسايكلينج، اعاده تدوير، ونستفيد بيها في حاجه ثانيه. ياخدوا الحاجات من بيبر بن، الحاجات اللي فيها ورق، يعملوا لها ريسايكلينج، اعاده تدوير، ونستفيد بيها. اوكي؟ ريسايكل. بوتلز. بوتلز. الازايز دي اسمها ايه؟ بوتلز. Bottles. مين بيقول زي bottles؟ bottles. صوت recycling. recycling. let's clean. clean. board. tidy. plastic cup. chairs. ch chairs. لازم احط تي في بقي كده. chairs. tables. recycling. bottles. 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 recycle. يلا نقراهم كلهم عشان اطلع الشطار يقروا معايا. clean. board. tidy. شطار جدا. plastic cup. chairs. tables. recycling. bottles. recycle. let's clean and tidy. the classroom. يلا ننظف ونرتب الفصل. يبقى نقول ايه؟ Let's clean and tidy
the classroom. Let's clean and tidy the classroom. Let's clean and tidy the classroom. مين بيقول معايا؟ Let's clean and tidy the classroom. ها اسمع. أكثر صوت. Let's clean and tidy the classroom. سارة. You clean the tables. أنت تنظفي الترابيزات. سارة. You clean the tables. You clean the tables. رنا. You tidy the chairs. You tidy the chairs. رنا. You tidy the chairs. انت ترتبي الكراسي. طارق. You take the plastic bottles. You take the plastic bottles for recycling. For recycling. انت هتاخد الازايز البلاستيك for recycling عشان اعادة التدوير. طارق. You take the plastic bottles. You take the plastic bottles for recycling. For recycling. يلا أصدقائي يلا نقولهم كمان مرة. Cleaning the classroom. Let's clean and tidy the classroom. سارة. You clean the tables. شاطر يا أحمد أول جايزة لي. رنا. You tidy the chairs. طارق. You take the plastic bottles. You take the plastic bottles for recycling. For recycling. شطار يا حبايبي. فاكرين لما احنا قلنا I يعني انا. I يعني انا. بص يا جميل. I clean يعني انا بنظف. I tidy انا برتب. لكن لو قلنا هي هنقول هي clean. لا هي بتحب الاس يبقى هنقول هي ايه؟ هي cleans. طب هنا I tidy لكن هي تبقى اسمها هي tidies. نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي اس يبقى I tidy he tidies. I tidy he tidies. I الفعل معاه بيبقى ما فيهوش اس بيبقى في المصدر كده يعني ما فيهوش اس في الاخر لكن هي وشي الفعل معاهم بيحب الاس نحط له اس في الاخر كده عشان كده هنا في الكتاب بص لما نيجي نقول شي هنقول شي تايدي ولا شي تايديز شي تايديز عشان شي بتحب الاس يبقى هي بترتب هي بترتب الترابيزه تقول شي تايديز ذا تيبل شي تايديز ذا تيبل جميل طب هي بتنظف نقول شي كلين هو بينظف نقول هي كلين ولا هي كلينز هي بتحب الاس يبقى هو بيمسح السبوره هي كلينز ذا بورد هي كلينز ذا بورد طب ريسايكل تبقى اسمها مع هي ريسايكل ولا ريسايكلز حط لها اس تبقى هي ريسايكلز بلاستيك كابس هي ريسايكلز بلاستيك كابس بيعمل إعادة تدوير للبلاستيك كابس للكوبايات البلاستيك. He tidies the toys. He tidies the toys. هو بيرتب الألعاب. يلا نغني أغنيتنا الجميلة. Let's sing a song. Let's clean the classroom. مين الشاطر اللي بيغني معايا؟ Let's clean the classroom. شطورة يا مكة. Let's clean the classroom.
clean the tables, clean the board. Well done, everyone. Well done, everyone. Let's sing a song. Let's clean the classroom. Clean the tables. Clean the board. Well done, everyone. Dr. Awi, let's tidy the classroom. يلا نرتب الفصل. Let's tidy the classroom. الشطار اللي بيقولوا دول I love you. Bravo. Tidy the chairs. رتب الكراسي. Tidy the chairs. طب رتب الأقلام الرصاص. Tidy the pencils. Tidy the pencils. Well done, everyone. Well done, everyone. Let's tidy the classroom. برافو اللي بيقولوا حبايب قلبي. Tidy the chairs. Tidy the pencils. Well done, everyone. حبايب قلبي. Let's recycle the plastic. Let's recycle the plastic. Let's recycle the plastic. Let's recycle the plastic. Recycle the bottles. Recycle the bottles. Recycle the bottles. Recycle the pens. شطورة يا هنا، برافو جوهرية. Recycle the pens. اعمل إعادة تدوير للأزايز اللي عندك. Recycle the bottles. واعمل إعادة تدوير للأقلام الجاف. Recycle the pens. Well done, everyone. Well done, everyone. يلا نساعد المستر. Let's help the teacher. يلا نساعد المستر. Let's help the teacher. ساعد أصحابك. Help our friends. نساعد صحابنا بقى. Help our friends. Help our friends. Help our friends يعني ساعد صحابنا. Help our friends. Smile. ابتسم. Smile and work hard. ابتسم واعمل بجد، اشتغل بجد كده وخلي عندك قلب كده وانت بتشتغل. Smile and work hard. Smile and work hard. Well done, everyone. أنا أغنيها مرة لوحدي أهو. هقول Let's clean the classroom. Clean the tables. Clean the board. Well done, everyone. Let's tidy the classroom. Tidy the chairs. Tidy the pencils. Well done, everyone. Let's recycle the plastic. Recycle the bottles. Recycle the pens. Well done, everyone. Let's help the teacher. Help our friends. Smile and work hard. Well done, everyone. دي الأغنية اللي هتغنيها لي في الهوم ورك وتبعتها لي. الأكتيفيتيز دي هنعملها مع مامي في البيت، وهناخد آخر درس ستوري، قصة جميلة. اللي هيقراها هيدخل في مسابقة جايزة الألعاب آخر الشهر. عندي
بوكس كده هيبقى مليان العاب، هنختار منه بس اللي بيبعتوا الستوري بس. سيت داون، كل يقعد مكانه and listen to the story ونسمع القصه. لما نيجي نقرا قصه نقول ايه؟ اشطر، شاطر، برافو احمد. Let's read the story. Let's read the story. ستوري بتاعتنا، القصه بتاعتنا النهارده. Let's clean the house. Let's clean the house. يلا ننظف البيت. Let's clean the house. بص هنا، مامي بدأت الكلام في الستوري، قالت لهم ايه؟ بتقول لولادها Can you help clean our house? Can you help clean our house? احنا قلنا دي هنقولها ار، فتقول زي كده Can you help clean our house? Can you help clean our house? Can you help clean our house? ممكن تساعدوني ننظف بيتنا؟ Yes, mommy. Yes, mommy. يا خلي مامي تعمل معاك الستوري الجميلة دي، هتقول لك ممكن تساعدوني أنظف بيتنا؟ Can you help clean our house? Can you help clean our house? أنت تقول لها Yes, mommy. شطورة يا يارا. دينا، كل واحد بقى هيبقى عليه تاسك مهمة كده. دينا، you clean the bathroom. Can you clean the bathroom? Dina, can you clean the bathroom? Dina, can you clean the bathroom? ممكن تنظفي الحمام؟ Yes, mommy. Dina, can you clean the bathroom? شاطر أحمد، برافو. Yes, mommy. Adam, can you tidy your bedroom? Can you tidy your bedroom? Tidy your bedroom? Can you tidy your bedroom? ممكن انت ترتب أوضة نومك؟ Bring the recycling. قول زي bring the recycling to the kitchen. Please bring the recycling to the kitchen, please. لما تنظف اوضتك هات الحاجات بقى اللي احنا هنعمل لها اعاده تدوير للمطبخ من فضلك. يلا نقول له ادم Can you tidy your bedroom? Bring the recycling to the kitchen, please. Bring the recycling. شطار اللي بيقولوها bring the recycling to the kitchen please. كل مرة نقراها هتلاقي نفسك أحسن من المرة اللي قبليها، عشان كده اتدرب عليها كتير قبل ما تبعتها لي. Bring the recycling to the kitchen please. يلا نقول دي آخر مرة. آدم Can you tidy your bedroom? Bring the recycling to the kitchen, please. Yes, mommy. Yes, mommy. بص بقى هتقول له ايه؟ ما تنساش اعاده التدوير. Don't forget to recycle. قول زيها Don't forget to recycle. مش احنا عرفنا يعني ايه اعاده التدوير؟
حط القمامة كل حاجة في مكانها عشان يتعمل لها إعادة تدوير ونستفيد بيها في حاجة تانية. نقولها إزاي؟ Don't forget to recycle. Don't forget to recycle. أستر يارا. Don't forget to recycle. Don't forget to recycle. Don't forget to recycle. Don't forget to recycle. Bravo. بص بقى ده كمان. بص بيزي بي جت قالت لآدم ايه؟ قالت له Can I help آدم؟ Can I help آدم؟ شاطر جدا بيزي بي. قالت له Can I help آدم؟ ممكن أساعدكم يا آدم؟ لا yes please. Yes please. أيوة ساعدينا من فضلك. هو بيقول لها أنا مش عارف أعمل إيه. I don't know what to do. I don't know what to do. Okay. لما يجي بعدها أنت تبقى الكي سايلنت ما ننطقهاش. وإحنا قلنا التي بتاعت دونت دي مش هننطقها، يبقى هنقول كده I don't know what to do. I don't know what to do. عارف لما انت حد يسألك على حاجة وانت مش عارف تقول له انا ما اعرفش ازاي. I don't know. انا ما اعرفش. I don't know. I don't know. مامي تسألك مثلا What is the cup؟ فين الكوباية؟ وانت مش عارف تقول لها I don't know. هتقول لك فين اختك وانت مش عارف Where is your sister؟ تقول لها I don't know. فين باباك؟ Where is your father؟ I don't know. أنا ما أعرفش. تقول إيه؟ I don't know. فهي قالت له Can I help آدم؟ ممكن أساعدك يا آدم؟ لا yes please. أيوة من فضلك. I don't know what to do. I don't know what to do. أنا ما أعرفش أنا هعمل إيه. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. Let me help. خليني اساعدك. Let me help. You need two bags. انت محتاج شنطتين. You need two bags. One for paper. And one for plastic. شيء قالت له you need two bags. انت محتاج شنطتين. One for paper and one for plastic. واحدة للبيبر للورق تحط ترمي فيها الورق. One for plastic. واحدة ترمي فيها الايه؟ البلاستيك. فقالت له يلا ايه؟ Let me help. أستر مودي. Let me help. You need two bags. One for paper, one for plastic. ولد بيشاور على الشارع بتاعه بيقول This is my street. This is my street. Yes. And that's where you recycle. And that's where you recycle. Yes, and that's where you recycle. And that's where you recycle. قالت له أيوة هو ده الشارع بتاعنا وده المكان اللي بنعمل فيه إعادة التدوير. شفت زي ما شرحنا هي معاها الكيس الشنطة باج اللي فيها بيبر اللي فيها الورق هتحطها في المكان بتاع البيبر. هو معاه باج الشنطة اللي فيها بلاستيك هيحطها في المكان بتاع بلاستيك. Thank you, Busy Bee. Thank you, Busy Bee. دي الستوري بتاعتنا. انت هتقول لي ايه بقى؟ هتقول لي Let's read the story وبعدين تقرا زي كده. Let's clean the house.
Can you help clean our house? Can you help clean our house? Yes, mommy. Yes, mommy. Dina, can you clean the bathroom? Dina, can you clean the bathroom? Yes, mommy. Yes, mommy. Adam, can you tidy your bedroom? Can you tidy your bedroom? Bring the recycling to the kitchen, please. Bring the recycling to the kitchen, please. Yes, mommy. Don't forget to recycle. Don't forget to recycle. تنساش إعادة التدوير وتحط كل حاجة في مكان. Don't forget to recycle. Can I help Adam? بيزي بي جات له بقى قالت له. Can I help Adam? Yes, please. I don't know what to do. I don't know what to do. Let me help. Let me help. You need two bags. One for paper and one for plastic. Let me help. You need two bags. One for paper and one for plastic. This is my street. This is my street. Yes. And that is where you recycle. Yes. And that is where you recycle. Thank you, Busy Bee. هتفضل لك activities تعملها مع مامي at home ونراجع على اليونت كلها بقى. راجع معايا كل كلمات اليونت عشان عندنا امتحان السيشن الجاية تست على اليونت دي. House, bedroom, living room, kitchen, bathroom, garden, country, city, village, street, jobs, scientist, farmer, baker, doctor, author, firefighter, my community, Fadi, frog, fish, flag, five, the sound of G, green, eagle, dog, goat, goodbye, log, big, bag, there is a tree. هتيجي في الامتحان دي there is للمفرد و there are للجمع. There is a tree. There are four cars. Let's clean and tidy the classroom. Let's clean and tidy the classroom. كمان عندك activity هنا page 101, 102, 103 لحد نهاية اليونت دي بقى عشان نبدأ يونت الجديدة بعد كده. آخر حاجة قبل ما نمشي نراجع كلمات اليونت مرة كمان. من يقرأ معايا بصوت عالي؟ House, bedroom, living room, kitchen, bathroom, garden, country, city, village, street, scientist, farmer, baker, doctor, author, firefighter, my community, the sound of F, Paddy, frog, fish, flag, five. رجعوا على letter F و letter G كويس عشان هيجي منهم في الامتحان. Green, eagle, dog, goat, goodbye, log,
big bag. There is a tree. There is the المفرد. There are the gum. There are four cars. Let's clean and tidy the classroom. مطلوب منك تقرا دول وتقرا الستوري. اللي هيقرا الستوري بس هو اللي هيدخل في جائزة الألعاب اللي هتبقى في البوكس آخر الشهر. محدش هياخد الألعاب تويز دي غير اللي هيبعت في ستوري بس. Thank you and goodbye. I love you.